وفي الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتدمير سوق القرمة في محافظة البصرة، تغض الطرف عن الفساد الذي تسبب بعدم اكتمال بناء سوق نموذجي بناحية الدير في المدينة في محافظة البصرة أيضا، ليبقى مهملا وليتحول إلى مأوى للكلاب السائبة. أحد الناشطين يتحدث في المقطع التالي حول هذا الموضوع، دعونا نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، أخوكم عباس العبيدي في ناحية الدير المهمولة. احنا نطالب الخيرين والشرفاء في ناحية الدير، نرجو عندهم يسوون هذا السوق. هذا السوق انترك، هل تشوفونه 280 محل طابقين، ردي طابق، ردي فرشون المستشفى، اللي بنشوف المستشفى، وهذا سوق تاركينه كل شيء ما بيه. سوق يخبر أمام الشارع، وسوق يحمي المواطن، وارخص الأسعار مناسبة. يعني أنتم بتبشرون مستشفى صحية، وإحنا ما عندنا مستشفى، بس مستشفى الدير الكبيرة. الله يرضى محمد، الله أكبر عليكم. إحنا طالب مدير الناحية، طالب مدير البلدية، أنا أقول لكم أبشركم، وطالب محافظ البصرة، إذا تسوون المستشفى تفرشون السوق، ترى إحنا ننتفض. كافي، ترى ملينا. نطالب باسم الإنسانية، نطالب الشرفاء، نطالب عن مثيل وش اسمه حافظ الدير، نطالب جميعا. هذا سووا سوق، هذا ريد سوق، هذه لا تفشوا المستشفى الدير، لا تخلوا له هلكة. شلون نفس الدير كبيرة فلشتوها ما أنا صار لها 7 سنين كاملة، يعني ليش أنتم جايين تعمرون وجايين تخربون؟ إحنا نطالب الشيوخ، ونطالب خطباء الجمعة، ونطالبكم جميعا، نطالبكم جميعا. ما لنا علاقة، احنا نريد هذا السوق، سوق منظم مرتب بمحلات لطوابق 280 محل.